ما شاء الله ابو شايفان، من المذهل، من الاشياء المذهله عندكم هنا مصادر المياه، وعندكم تنوع كبير في المنتجات الزراعيه. فبوادي الدواسر شو الاشياء اللي تنتجونها؟ والله طال عمرك الخضار بانواعها كلها، من الحبحب، الطماطم، انواع الخضار كامله. وعندنا الان الاشجار، عندنا التين والليمون والعنب، بدات الان تدخلون كمشاريع الان، والاول كان يعني مزارع بسيطه، يعني كانت تجارب صغيره. والان اي نعم، لا كان بسيطه، الان الحمد لله الان بداوا يتجهون للتين كمشاريع، الليمون كذلك، والمانجا. وتصدرون الان هذه بكميات تجاريه تطلع برا الوادي؟ والله في اشياء تصدر، في اشياء لا داخل الوادي او المناطق المحيطه قريبه يعني. اي نعم. وش اللي خلاها تتطور هذه التجارب؟ يعني تقول كانت بسيطه. اي نعم. مثل الفواكه والاشياء، مع ان المنطقه حاره هنا، كيف نجحت فيها؟ لا التين ناجح في الصيف. وعلى بداية الشتاء يكون إلى بداية الشتاء يكون ناجح. وكم لكم من سنة من اشتغلتوا في التين؟ والله التين له عندنا 6 سنوات تقريبا. اي نعم. وش الدورة حقت السنة يعني؟ وهو متى حصاده؟ طال عمرك تقريبا فترة انتاج 6 شهور، إلى شهر 1 ميلادي ونقلم التين وينتج في شهر 6 في الصيف. اي نعم. اي نعم. والانتاج يستمر إلى كم؟ يستمر 6 شهور. نعم. 6 شهور؟ اي نعم. يوميا يكون في انتاج؟ اي نعم، قطف يوميا. قطف يوميا. وش التحديات اللي تواجهكم طيب في الموضوع يعني؟ والله بعض الاصابات يعني، التين يعني يحتاج غسيل بشكل دوري. الشجره نفسها؟ اي نعم، غسيل دوري يعني بشكل اسبوعي واقل بعد. وفي اصابات الفطريه، اصابات مثلا عناكب، تحتاج غسيل، تحتاج متابعه. وسمعت انا جيتكم هنا احنا ما لحقنا عليكم ان القطف دائما يصير في ساعات الصباح الاولى. اي نعم، الصباح الاولى او بعد العصر، يعني هذه قطفتين يوميا. ليش؟ يكون الجو يعني مضبوط، والتسويق بدري او بعد العصر. مع التسويق؟ اي نعم. سمعت ان في عندكم سالفه مع العصافير. اي العصافير لازم يعني تسبقها على التين، ولا بتاكل الاشياء الناضجه والشيء الطيب تختاره يعني. يعني العصفور ينقي. نعم نعم. التين الطيب ويترك لك الباقي. نعم. فانت تحاول انك تسابقه. اي صحيح. ما شاء الله. وشنو، وسمعت ان في تين اخر نوع عندكم؟ اي انواع. نعم، انواع موجوده جديد الان غير هذا اللي شفناه الاخضر. في التين البراون التركي. ايه. وفي الان هذا التين الاصفر. كلها ناجحة. نعم، بس التين الأحمر يفضل إنه يعني يبقى فترة أطول من ناحية يعني التخزين. طيب، ولو أنا الآن أبي أخذ تين، شنو يعني أطيب إنتاج من الشهور هذه، من شهر 6 إلى شهر 12؟ هو مستمر وقتها واحد الآن، وقتها واحد، لكن الأصفر يكون أفضل وقت هذا. في الوقت هذا الحين. نعم. يعني شهر 9. نعم. وأطعم يعني. والشتاء كيف؟ لا يعني إلى شهر 1 يبدأ القص أو التقليم. التقليم خلاص. نعم. يوقف الإنتاج. نعم. طيب. وشنو عندكم مشاريع اخرى بشغلنا يعني؟ والله عندنا اللي طال عمرك. اي نعم، فواكه تجربه بسيطه الان، البرتقال ناجح، عندنا العنب ناجح الحمد لله، وعندنا مشاريع ثانيه مثل الاسماك الان بدت عندنا في الوادي تتطور. عندكم بعد اسماك في الوادي؟ اي نعم. اي نعم. ما شاء الله. شنو انواع الاسماك اللي تسمع؟ والله اغلبها البلطي اللي ماشيه. وهذه انتاج للوادي ولا حتى اللي برا الوادي وخارج الوادي بعد؟ تنتجون كميات كبيره الان. اي نعم. ما شاء الله، يعطيك العافية. الله يعافيك طول عمرك. الله يعافيك أبو شايفان، والله يرزقكم من فضله. الله يحييك، جزاكم الله خير. الله يجزاك.